ده بالنسبة لنادي الزمالك. على الصعيد الآخر النادي الأهلي وعدد إعراض كبير لنادي هو ممكن يكون في تواصل مختلف ما بينه وما بين النادي الأهلي. خبرنا التاني، فأعلن أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات في النادي الأهلي موافقة الأهلي على انتقال إسلام محارب وعمرو بركات بشكل نهائي إلى الجونة، وده بعد الاتفاق على كافة التفاصيل بين الناديين. وبيعد إسلام محارب سابع لاعب من الأهلي بينضم إلى الجونة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد ما جدد استعارة الثلاثي أكرم توفيق وأحمد ياسر ريان ومحمود الجزار، إلى جانب تعاقده مع محمد نجيب وعمرو بركات وأيضا عمر رضوان. العلاقة اللي بتجمع ما بين نادي الأهلي ونادي الزمالك علاقة منطقية جدا. احنا نتكلم كمان ان الجهاز الفني اللي ممكن يكون بيضم الكابتن حسام غالي وايضا الكابتن رضا شحاتة، نجمين من نجوم النادي الأهلي السابقين، وايضا وجود عدد من اللاعبين من صفوف النادي الأهلي في صفوف فريق الجونة، بيخلي الانتقال لنادي الجونة بالنسبة للاعيبة النادي الأهلي مريح وفي اريحية انت هتكون موجود في وسط توليفة من فريقك السابق، وكمان هتكون مرتاح. التواصل ما بين الناديين واضح ان هو بشكل جيد جدا في وقت اكيد كمان عدد الاعراض لازم يكون منطقي، لان النادي الاهلي عنده عدد كبير جدا من اللاعبين واكيد مش كل هيكون متواجد في القائمه سواء الافريقيه او المحليه، فبعض الاعراض دلوقتي اصبحت منطقيه. وحتى كمان هل من المتوقع نشوف بيع نهائي في الفتره اللي جايه بالنسبه للنادي الاهلي من بعض اللاعبين اللي ما لهمش فرصه يشاركوا؟ كل ده اكيد هيبان في الفتره اللي جايه، ولسه باب القيد المحلي مفتوح الأيام كتيرة. هنشوف أكيد المزيد من الانتقالات سواء في صفوف النادي الأهلي أو في صفوف نادي الزمالك لسه الفترة طويلة، وكل الكلام ده هيبان في الفترة اللي جاية.